السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في سلسلة حلقات تعلم واحتراف البرمجة. طيب، قبل ما تتعلم البرمجة في شوية حاجات مهمة إنك تعرفها. المطلب إن أنت تعرفه أنا حاططه لك بشكل نقط هنا. طيب تعالى نفهمهم واحدة واحدة. أنا بقول لك اتعلم ويندوز، هتيجي تقول لي ما إحنا كلنا عارفين ويندوز. لأ، لما تروح تقرأ في الكتب هتلاقي فعلا في كمية حاجات في الويندوز انت متعرفهاش. وعايز اقولك ان من ضمن الحاجات المهمة انك تعرفها اوامر الدوس. يعني يمكن الدوس يتهيألك ان محدش بيستخدمه نهائي، لكن على ارض الواقع احنا بتيجي في بعض الاوامر بالذات لما تعمل سكريبتات وباتشز بتحتاج انك تعمل حاجات بالدوس. فمثلا انا اديك مثال، لو عايز تعمل باتش مثلا، تمام، هل الكل يعرف يعملها؟ لا. طب ما دي من ضمن الحاجات المفترض تعرفها في الويندوز. كون انك تعرف تنزل ويندوز اساسا نقطة مهمة جدا، لان كل البرامج بتتبني على اوبريتنج سيستم. طب لو انت ما تعرفش الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عليه، طب هتعرف ازاي وهتشتغل ازاي؟ شوف، كل ما هترفع مستواك في الويندوز كل ما هتلاقي ان انت فعلا البرمجة بتبقى اسهل بالنسبة لك. في حاجات هتبقى فاهم الفايل ستراكشر، الفايل سيستم، لما تيجي تتعامل مع الشبكات مثلا هتبقى فاهم حاجات كتير. فانا بقول لك اقرا في الويندوز، مهم جدا. السيرفيسز تقومها ازاي، توقفها ازاي، كل الكلام ده في منتهى الاهمية. طيب الاوفيس من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا 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 انك تعرفها. وعايز اقول لك برضو ان هو لما بتعرف الحاجات دي بتسهل لك في حاجات كتير بعدين. ارجع واقول لك زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، ان التأهيل بيتم بشكل كويس وبيتم على مراحل. لما انا بقول لك اتعلم بالشكل ده، يعني دي جت عن طريق خبرة كبيرة في الموضوع وتجربة حقيقية وتجربة أنا خضتها بنفسي. الوورد أو بشكل عام الأوفيس بيبتدي يخليك تستخدم برامج، فبتشوف الناس عملت البرامج إزاي. يعني مثلا التول بارز استخدموها إزاي، الإمكانيات المتاحة، بتفتح دماغك وفي نفس الوقت يعني ممكن تستخدمها في حاجات كتير. يعني إحنا مثلا التقارير اللي بنكتبها بنكتبها على إيه؟ على الوورد. انا شخصيا مثلا استفدت من الوورد لان عملت كوبي بي عليه. يعني انا ليه 25 كتاب بفضل الله استخدمت الوورد، يعني انا اللي عمل الاخراج كامل للبرامج. فبرضه انت ممكن تستغلها في حاجات بيزنس انت مش متخيلها. لما انا كنت بتعلم الوورد ما كنتش يعني حاطط في دماغي ان انا هعمل كتب، لكن زي ما بقولك لما بتتعلم حاجه بتلاقي لها استخدام، والشاطر هو اللي يعرف يستخدمها صح عشان يحقق متطلباته. النهارده اللي بيطلع تقرير شكله كويس ومكتوب بهندمة واحترافية بيبقى طبعا شكله أحسن بكتير. العروض الفنية مثلا، يعني احنا بنكتبها ازاي؟ بنكتبها كلها على الوورد. فدي نقطة مهمة جدا انك تعرفها. بعد الوورد تتنقل للإكسل. الإكسل بيبتدي يحط دماغك في البرمجة شوية، لان هو بيعتمد على فانكشنز، في شويه حاجات بتعملها معادلات. برضه مهما كان بيحطك في طور البرمجه اكتر من اي حاجه تاني. وهو يعتبر يعني بعد الوورد ليه؟ لان الوورد بيتعامل برضه مع جداول والاكسل اساسه جداول. فانت برضه بتبقى في حاجات لما بتتعلم الجداول في الوورد بتبقى سهله عليك في الاكسل. عشان كده بقول لك التاهيل وانك تمشي في مسار كويس بيخلي الامور تبقى اسهل عليك، لان انت لو خدت حاجة واول مرة تشوفها هتبقى يعني شوية ايه اصعب بالنسبة لك. غير لما تكون انت عملت حاجة سهلة وابتديت تاخد المفاهيم هتبتدي الامور تتسهل عليك. بعد كده تنزل للباوربوينت. الباوربوينت هو بيعمل برزنتيشن وعروض تقديمية. برضو عايز اقول لك ان هو في حياتنا في البيزنس مهم جدا، لان احنا لما نيجي نعمل عرض مثلا لعميل او حاجه زي كده احنا بنعمله على الباوربوينت،
ان هو اسهل برنامج يديلك نقط وسلايدز ويكون واضح، ولو عايز تعمل انيميشن في يعني رائع في الجزئيه دي. فبالتالي زي ما بقول لك التسلسل ده بيخليك انك تحط ايدك في البرمجه بشكل كويس. تيجي بعد كده على الاكسس، يبتدي ينقلك نقله تانية بقى. تمام، الاكسس ده يعتبر داتابيز، يعني عباره عن مستودع لحفظ البيانات. بتقدر تبني شاشات فورمه كامله تقدر تعملها بالاكسس، بحيث انك تخلي ادخال البيانات من خلال فورمه وتدخل مباشره بعد كده في الجداول اللي من ورا. هتبتدي تفهم منها شويه حاجات في الداتابيز مهمه جدا، الريليشن ما بين الجداول، يعني هو برضه بيعتمد على الجداول زيه زي الاكسل. عشان كده بقول لك التسلسل مهم، لانك لما هتفهم الجداول في الوورد دي بتبقى البدايه، هتروح في الاكسل هتستخدم الجداول في المعادلات، هتروح الاكسس هتستخدم الجداول لحفظ البيانات. فالتسلسل زي ما بقول لك هنا مهم جدا. في حاجات هتقابلها في الاكسس وعموما في كل البرامج هتلاقي نفسك مش مستوعبها، وممكن مش هتكون فاهم ليه. انا اللي عايز اقوله لك انك لا تيأس ولا تعتبر نفسك عمرك ما هتفهم الحاجات دي. في حاجات لو بحثت عن النت هتلاقيها، في حاجات لو سألت واحد زميلك هتلاقيها. المهم انك تكون مثابر وتحاول دايما باستمرار توصل للمعلومة. برضه في رأيي من الحاجات المهمة جدا انك تلعب جيمز. ليه؟ لأن الجيمز بتأهلك لمسألة وفكرة إن أنت بتبني نفسك واحدة واحدة، دي نقطة مهمة جدا. يعني العب أي لعبة، تمام؟ هتلاقي نفسك في الأول ما أنتش فاهمها، مش فاهم الاستراتيجية بتاعتها، مستواك قليل، لكن مع التمرين ومع التكرار بتلاقي مستواك بيعلى. لما بتروح تلعب لعبة تانية، يعني خلينا نقول مشابهة، بتلاقي مستواك أحسن من غير ما تكون لعبتها قبل كده. ليه؟ لأن بقى عندك الخبرة. فالمفهوم ده هتفهمه كويس جدا من جيمز، والجيمز بذاتها إنها مش محتاجة يعني خلينا نقول خبرات عالية، هي مجرد بس إنك تفتح الجيم وتبتدي تتعامل معاها، لا محتاج تفهم برمجة ولا أي حاجة. لكن زي ما بقولك هتأهلك نفسيا لفكرة إن أنت مستواك بيعلى واحدة واحدة. فأنا رأيي إن قبل ما تبدأ برمجة ابتدي بالتسلسل ده. طبعا أنت كل ما هتبتدي تقرأ أكتر وتخش في مستويات أكتر هتلاقي نفسك إنك بتستوعب أكتر. ولما تدخل في الشغل، ودي نقطة مهمة جدا، ممكن حاجات أنت تكون اتعلمتها هنا بس أنت ما كنتش فاهم بتستخدمها في إيه. لما تيجي في الشغل خلي على الأقل إن كانت المعلومة عندك، ثق تماما إن أنت هتلاقي في الشغل حاجة هتخليك ترجع للكتب والماتيريال اللي أنت قريتها علشان تفتكر آه كنا بنعمل دي إزاي، آه ده أنا ممكن أعملها بالطريقة الفلانية. لكن لو أنت ما كانش عندك المعلومة أساسا، يعني ما تعرفش إن الإمكانية موجودة، عمرك ما هتروح تلجأ ليها ولا هتسعى ليها، لأن أنت ما تعرفش أصلا إنها موجودة. فانت مفيش عندك حاجة تسأل فيها او انك تدور عليها بالمعنى، غير لما يكون عندك المعلومة. فنصيحتي للكل ابدأ بالتسلسل ده. طبعا جيمز يعني خلينا نقول بالتوازي، يعني ممكن تعملها في اي وقت مفيش مشكلة، لكن لما تيجي تتعلم اقرأ في الويندوز وورد اكسل باوربوينت اكسس. هتقول لي طب ما الحاجات دي بتاخد وقت. طب ما تاخد وقت، يعني مفيش حاجة أكيد ما بين يوم وليلة، لكن ثق تماما إن أنت هتأهل نفسك بشكل قوي جدا. هتلاقي نفسك بعد كده لما تيجي تشتغل في البرمجة هتلاقي الأمور أسهل بكتير. وأنا بقول لك لما هتتعلم ويندوز كويس هتلاقي نفسك في الوورد بتفهم حاجات، فهمت وورد كويس هتلاقي نفسك في الإكسل أحسن، يعني مستوى استيعابك أحسن، المستوى الحاجات اللي بتفهمها أكتر. تمام، رغم ان ممكن ما تكونش اشتغلت على اكسل قبل كده، لكن كون انك بقيت تعرف وورد هتلاقي نفسك عندك مستوى معين في الاكسل، ودي هتلاحظها بنفسك لما تمشي في التسلسل ده. طيب يبقى كده في
المناقشة دي يبقى احنا ناقشنا ايه اللي انا طالبه منك انك تعرفه قبل ما تفكر انك تعمل اي برنامج او تروح تتعلم لغة برمجة. كده المفترض بالشكل ده نكون جاهزين. طيب نبتدي ازاي بقى فعليا برمجة؟ ده اللي ان شاء الله هنبتدي نتكلم عليه في الفيديوهات الجاية. استنوني الفيديوهات الجاية. شكرا.